بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كيفية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص اللي بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. أبارتمنتس على شكل فيلل للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خضار وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلل. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن سكيورتي 24 على 24 بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن تطور بشكل كبير ونوعي خلال فترة السنة الماضية. موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقسه معتدل صيف وشتاء. عجلتون سان جورج جيتد بروجكت بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، ومن أبرز مميزاته مدخل خاص، طرقات ومساحات داخلية خضراء، أمفيثياتر وبلاي جراوند. موقعه استراتيجي على بعد أمتار من الطريق العام ومصمم بشكل مدروس وغير مضر بالبيئة. أما مساحة الأراضي للبيع 2000 متر مربع ومفروض. Exclusive Gated Residential Project موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز التجارية والترفيهية والطبية بالمنطقة. أوهانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع. موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكس السهل من الطريق العام. فيلاز جوبلكس مصممين بمودرن ديزاين بتتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مستقلة تابع لإلها جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركينج. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورنتس، هيلث كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24 على 24 بالإضافة لمينتننس تيم. هاي اند سبيسيفيكيشن، دبل وولز وجليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشنز، تجهيز سولار سيستم واي سي. موقع البروجكت قريب من أهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. أوهانا هيلز فيلاز مشروع أندر كونستراكشن كاشف على سيفيو ما بينحجب. كل فيلا مستقلة بعيدة 12 متر عن الفيلا المجاورة والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط،
starting price 390,000 دولار. أطلقت شركة فينسيتور العقارية مشروع العقار الجديد بنسير فينسيتور، وهو ثالث مشروع عقاري بدبي بقيمة بتتجاوز 375 مليون درهم. ورفعت الشركة بهالأمر استثماراتها بدبي إلى 730 مليون درهم، وبتضيف الشركة العقارية 380 وحدة سكنية تتراوح بين الاستديوهات والشقق الفاخرة المكونة من 3 غرف نوم. وبيوقع المشروع بمنطقة أرجان بجانب حديقة ميركل، وبيحتوي على أكثر من 100,000 قدم مربعة من المرافق الفاخرة. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.